السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد. راح أكون معكم اليوم إن شاء الله في الفيديو رقم 6 من محاضرة تخطيط القلب الكهربائي اللي راح نتحدث فيها عن حساب سرعة القلب، فكونوا معنا. عدسة مخدر ملتزمون بالتفوق. إذا بدي أحسب أنا سرعة القلب، سرعة القلب إذا كان النظم منتظم، يعني إذا كان ضربات القلب منتظمة، فحساب السرعة بيكون بالشكل التالي، قسم الثلاثين. ليش ثلاثين؟ عدد مربعات كبيرة خلال دقيقة واحدة، تمام؟ طب قسم الثلاثين على عدد مربعات كبيرة بين R وR. أنا بدي سرعة القلب في الدقيقة الواحدة، طيب في الدقيقة الواحدة كم مربع كبير؟ 30. 30، عشان هيك نحن بنقسم حساب سرعة القلب، إذا كان النظم منتظم. ضربات القلب منتظمة تنقسم 30 على عدد المربعات الكبيرة بين R وR. إذا كان النظم غير منتظم فبنعد موجات R خلال 6 ثواني، يعني خلال 30 مربع كبير، تمام؟ بنعد كم R في عدد 30 مربع كبير وبنضرب الناتج ب10، ويفضل إنه يطبق هذا على الـ 2 أو المسألة الثانية. إذا كان منتظم 30 على R R عدد المربعات كبيرة بين R R، إذا كان غير منتظم بعد مسافة موجات R R خلال 30 مربع كبير وبضرب الناتج ب10، وصل معي سرعة القلب في حالتين غير منتظم، مثلا رجفات زين، رجفات زين غير منتظم، ففي صعوبة من الوقت أو إنه أحسب سرعة القلب، فطبق هذا القانون. يطلع معي سرعة القلب مع المريض رجفان الوزين. طيب شو هو اتجاه محور القلب؟ اتجاه محور القلب الطبيعي هو نحمل الأمام والأسفل والأيسر، هذا المحور التشريحي، يعني اتجاه عضلة القلب نحو الأمام والأسفل والأيسر. هيك اتجاه عضلة القلب، لا بتروح للأمام بشكل عمودي ولا للأسفل ولا للأعلى، ما إلا باتجاه الأمام والأسفل والأيسر. طيب لحسابه بشكل مباشر ننظر المسافتين 1 والـ RPA. طيب قبل ما نبلش بحساب المحور، في عنا هون هذا النظم منتظم أم غير منتظم؟ منتظم، تمام؟ كيف بنعرف؟ إما بنعرف مربعات كبيرة أو صغيرة بين R R R، يعني كل R R بنعرف، إما بنعرف مربعات كبيرة أو بتعد مربعات صغيرة، أو في طريقة اللي هي بتجيب مسطرة على مصاص وبتحط نقطة عند كل R، بعدين بتقيس المسافات بين هالنقط، فإذا كان متساوية فنظم منتظم. مثل هالطريقة، نحن كثير فينا نستخدم هالطريقة. تحط ورقة أو مسطرة وتنقط عند كل نقطة R، بعدين تقيس المسافة بين النقط، فإذا كان متساوية فهذا يعتبر منتظم. بالنسبة للصورة الثانية، في عنا هون 1 2 3 4 تقريبا، 1 2 3 4، 1 2 3 4 هون، 1 2 3 4 5 6 7 ونص. إذا هون غير منتظم هذا، ولو كان درجة واحدة فيعتبر غير منتظم. طبعا هون المسافة بين R R غير متساوية أو عدد المربعات غير متساوي. نفس الطريقة، إما بنعد مربعات أو حط نقطة عن كل R، بتقيس مسافات بين النقط، فبتعرف إذا كان هذا منتظم أو